السلام عليكم. اليوم نذهب إلى ملعب نيلسون مانديلا ببراقي لنقف على تحضيرات تاع الملعب هذا لاحتضان مقابلات كأس إفريقيا اللي تحت 17 سنة اللي سوف تقام بالجزائر إذن في شهر ماي. وإن شاء الله هذه البطولة الإفريقية سوف تزيد من حظوظ الجزائر في تنظيم الكان تاع 2025. إذا كان فيه تنظيم جيد جدا وفيه التنسيق في المقابلات والتغطية تاع المقابلات، التغطية الإعلامية والتحضير كذلك والإيواء نتاع الفرق، لأنه كل هذه الوسائل اللي سوف توضع في تنظيم هذا الكأس هي تقريبا نفسها الوسائل اللي سوف توضع في تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.